إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، معنا الفاعل الجمعوي محمد طريف، متابعينا مصطفى ظريف. متابعينا الكرام، فكيعطر على الدم سبب ثمن المحروقات بالمغرب، فبكل المدن المغربية فاطنات نقصت تقريبا درهم وشي حاجة، إلا مدينة بن سليمان مازال نفس الثمن. متابعينا الكرام، نفس الثمن ديال الغازوال ديال اليوم امس، فهو نفس الثمن اللي باقي اليوم، بقى 16.68. متابعينا الكرام، بقاو معنا في الرساله ديالنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم مصطفى ظريف، فاعل جمعوي، الصالح العام لاقليم بن سليمان. لينا الشرف بهذا اللقاء مع قناة شوف تي في، وذلك حول واحد الموضوع اللي حراري، حدث موضوع حراري سخون، كنقولوا بالمصطلح الدارجي سخون، لان الحمد لله احنا راه دابا بواحد المعيار عصبي، ما خصناش نقدم هذا الموضوع، ولكن غادي نقدمه علاش؟ نظرا لهذه الظروف اللي كتعيشها المدينه ديال الساكنه ديال اقليم بن سليمان عامه، حقره، ما بمجمل الحقره ما فهمناش علاش ما كيهضر حتى شي واحد، انهماك ديال المجتمع المدني في مشاكل ديال هاد الاوراش وكذا، ولكن رانا نحن لنا عيون صاهره في الصالح العام، لا ننام. علاش؟ على الغيره ديال الحب ديال بلادنا وديال مدينتنا وكوطننا وعلى مالكنا. الحمد لله احنا غيورين. الموضوع ديال هاد المشكل هو هاد سمعنا هاد الانخفاض ديال هاد البترول ديال في ثمن الغازوال، ثمن الغازوال، الثمن ديال الغازوال اللي طاحت فيه واحد درهم فاصلة 20 فاصلة شي 20 ولا 10 تقريبا، من طنجة حتى للقويرة. يعني هذا على لسان الحكومة وعلى لسان المسؤولين وعلى لسان حنا، المهم شأن التتبع راه حنا متبع إلا كنتفاجئوا بمدينة بن سليمان اللي هي مسقط رأس ديالنا، واللي هي المدينة اللي هي كتعاني ظروف اجتماعية كثيرة وتقشفات، وهي يعني اش غنقول لك، معضلة كبرى في هذه المدينة، لا صناعة لا كذا لا كذا، ومع رغم ذلك ما كيراعيوش الظروف ديال هاد الساكنة ديال اقليم بن سليمان بهذا الثمن الأثمنة اللي اليوم أصبح كل شيء ناقص من طنجة درهم فاصلة كذا، إلا بن سليمان ما كاينش باقي الثمن مستقر حد الان 16.70 68 حاليا شنا في الغازوالات في الستاسيونات. ومن هذا المنبر رحنا، ما تقولوش عندي طوموبيل ولا عندي سياره ولا عندي هذا، عندنا الحمد لله الغيره والكرامه ديالنا اعلى فوق كل شيء، عندنا حب الخير لخوتنا. اللي عنده طوموبيل ولا هذا راه متضرر، راه حتى عبد الله متضرر. علاش؟ من جيوبتنا، لان لا تزاد عليه هو الغازوال وتزاد عليه هذا الشيء، راه كيتزاد علينا السلع وكتزاد لنا. واش ما كتشوفوش ما يكفيكمش هاد الاسعار وهاد التشويطه اللي مشوط فيها الشعب المغربي اللي عانى في هاد العيد واللي عانى في كورونا واللي عانى وهذا، ولا من يجيب ولا اذن صاغيه، لعل يكون تخفيف من طرف هاد المسؤولين اللي كيدبروا الشأن المحلي او الشأن الوطني. من هاد المنبر كنوجهوا الرساله ديالنا للناس المسؤولين، الناس المسؤولين ذوي الاختصاص ديال هاد البترول ديال هاد، والى جلاله الملك نصره الله، والله يشافيه من هاد المنبر التدخل واعطاء الامر ديالو، الامر ديالو لهاد المسؤولين هادو اللي كيدبروا هاد الشأن. راهم يعني بحال بن سليمان منعزل، ان مدينه بن سليمان منعزل على هذه المدن المغربيه، درهم فاصل هذا، ما انا صابحه في المدن كامله ناقصين وبن سليمان ما ناقصاش. يعني هنا اش غنقولوا ابار هذا الشيء؟ غنقولوا كنقولوا كذلك المعيشه، وكنقولوا كذلك بزاف الحالات الاجتماعيه، راه هنايا كاين اكراهات، يعني اللي طبقت كتطبق على الناس. علاش؟ حيت هاد الناس ما كيهضروش، حيت هاد الناس مساكن ما عندهمش واحد الدرايه او حس سياسي او اجتماعي وكذا، مساكن تتبع هاد الحوايج، ولكن راك انتم المسؤولين. شنو واخا شنو رسالتك انت على حساب الثمن؟
هبط ولا شنو؟ كنتمنوا كيما هبط البترول في ما في المدن المغربيه وصل ربما تقريبا انا ما عنديش الثمن بالضبط $93 يمكن بالبرميل بالبرميل يعني واحد الثمن راه دابا راه في 16 درهم عندنا حنا بالسيما كنهضروا 16 درهم فاصيلة 10 يعني بغينا لا 16.68 بالسليمان 16.68 16 ورغم انهم هما داروا نقصوا درهم 10 حنا الموضوع على الدرهم 10 10 فرانك ولا هذا ما انا منقوصه الصبحاش منقوصه في هذا سليمان علاش هذا هو السؤال علاش انا ما بغوش حقره اشنو هاد الناس ما شنو هاد الناس لوبيات باترونات مسيطرين على كلمه اخيره مسيطرين على هذا الاحتكار كلمه الكلمه الاخيره هو كنوجه النداء المسؤولين وجلالة الملك منهم جلالة الملك حفظه الله ونصره والله يشافي سيدنا ورسالة راه مفهومة. شكرا. والسلام عليكم. إذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر مباشرة من مدينة بن سليمان.